السلام عليكم، متابعين في القناة ديالي بنات أو ولاد. أنا ما قلتش بنات بوحدي، تما نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله غادي نديرو كيك خفيف بجوج بيضات، مقادير بسيطة كيف ما كتشوفوا. بجوج بيضات إن شاء الله نقدو يعني أحلى كيك. نبداو على بركة الله. غادي نديرو جوج بيضات، أنا كنخدم وغنقول لكم مقادير. عملت هنا جوج بيضات، دائما كنقول نفس العبار ديال اللي كتعبروا به الزيت هو اللي كتعبروا به السكر، غير استثناء اللي كنقص السكر بحال انا كنقص السكر. غندير جوج بيضات هنايا وكاس ديال السكر بالنسبه اللي كيبغي السكر، يعني هو هذاك اللي كيبغي السكر يكون حلو. كاس ديال السكر انا دايره هنا ما عامرش، نفس نفس المقادير بنفس العبار، نفس يعني هذا الكاس اللي عبرت به، يعني الكاس اللي عبرت به هو تعبر به باقي المقادير. هو اصلا ديجا انا كنت عبرت هنايا في الكيك اللي فات، وهذا عبرت بالماء، لقيت بان نفس المقدار هو اللي وصلت لهنايا، داكشي علاش انا ما معمرهش، يعني ما معمرهش يعني الكاس ديال الفوق. نفس الياغورت، يعني نفس كاس ديال الزبادي هو اللي عبرت به، هادشي علاش انا عرفت المقياس ما عمرش الكيسان تاع الفوق. غنحركو، ودائما كنقولها الملحه ضروري. غنطرب هادو مزيان حتى يتخلطوا مزيان. بغيتو ديروا الخلاط الكهربائي نتوما ليكم حرية الاختيار. انا غادي نضرب غير بيديا، ماشي مشكل، نضربهم مزيان وانا نرجع. صافي هنا خلطته مزيان، غادي نزيد نكهه الموز. النكهه اللي تبغيو ممكن تشريو دانون بنكهه الموز، يكون احسن من هاد النكهه اللي كنضيفو. ما عنديش، كنقول لكم يعني ماشي دائما كنلقى دانون او الزبادي بالنكهات ديال الموز او هكا، كاين ديال الفريز. الفريز اللي كاين بزاف او الفراوله. غادي نضيفو الزيت شويه ماشي دفعه واحده. كيف ما قلت ممكن ديروا هاد المقادير كلهم في الخلاط وضربوهم مره واحده. غادي ندير الزبادي، نجيبو الدقيق. غادي نوزن لكم، يعني هو صراحه الدقيق تيبقى على حسب زي ما كنقول لكم، على حسب نوع الدقيق وعلى حسب حجم البيضه. المهم غادي نديرو هنايا ثلاثه ديال، انا ديجا غربلتهم ولكن غادي نديرهم كلهم. غادي نغربل نحط شويه ديال الدقيق، شنو ندير هذه الصغار، نجيب الكميه احسن.
3 معالق ديال الكاكاو، هانتوما كيفاش ما كنعمرش المعلقه لان ما عنديش كي غادي نستحكم فيها، هما انا ديجا انا هنا معبرهم. وكيس خميره بيكنج باودر من حجم 16 غرام او جوج ديال 8 او جوج ديال 4 شي مشكل. غادي نخلطو صافي تقريبا بغينا يكون خفيف ما بغيناش يكون ثقيل. وغادي نزيدو في الاخر معلقه ديال الخل حركه كيجي خفيف. صافي قلت لكم غادي نجيبو يعني خدا ليا المهم تقريبا كاس ديال الدقيق. بالنسبه غادي نديرو هنايا قطرات بدل قطرات من الخل. غير واحد بغيت نجاوب على واحد السؤال، كل مره كنبغي نجاوب وكنسى استسمح. بالنسبه كانوا سولوني قالوا لي واش الدقيق كديري في الثلاجه؟ الدقيق انا ما كنديروش في الثلاجه وما كيسوسش او ما كيديرش ليا هذاك يفسدش ليا يعني كده داك الدود. كندير هنايا واحد الحيله يعني كل واحد عنده حيل. انا كنديجا وريتكم بان هذا هو اللي كندير فيه الدقيق ديالي. كندير فيه هنايا هاد السودانيه ولا الفلفل الحار، غير ما تكونش محلوله من هنايا كتكون مسدوده يعني ما تكونش محلوله باش ما تنزلكش هذاك البزر. المهم كندير كميه نيت من التحت ومن هنايا ما كنخافش عليها، ما كيطرا والو الدقيق، ماشي الدقيق بوحديتو كنديرها لجميع الاشياء. يعني انا سافرت للمغرب تقريبا جلست 3 شهور، جيت لقيت الدقيق كيف ما هو ما طرا لي حتى شي حاجه، يعني باش يعني هذا زاد التاكيد بان مزيان هاد الفكره ديال هاد السودانيه. ممكن ديرها في الاماكن اللي كيكون عندك فيها الرطوبه، يعني في وسط الدوالب ديال المطبخ كتلقاي عندك كلا ماشي موش شي مكان في رطوبه، كتهزي كميه اللي عندك عاملاها بالخيط كتعلقيها سينو كتهزي كميه وكتحطيها ماشي كميه بزاف غير شويه 3-4 كتحطوهم في هذوك القنيتات. كونوا اكيدين بان الرطوبه ما بقاش كتمشي كتجي لكم في هذوك الاماكن، ما كيكونش هذاك الفرش الصغير اللي كي هو من دم هو اللي كتجيب الرطوبه، يعني كتخلصي منها نهائيا. انا هاد الحيله ديال السودانيه او الفلفل الحار هذا هو اللي لقيت معاه يعني نتيجه مزيانه. صافي رجعونا للكيك ديالنا، غادي نديرو معلقه صغيره ديال الخل صافي. غادي ندخل غادي ندير هاد في المول وندخلها للفران. انا درت هاد المول ما بغيتش الكيك تكون منفوخه بزاف، يعني درت هاد القياس ماشي صغير وماشي كبير متوسط. دهنته ولصقت هاد الورق، يعني فيكم تديروا الدقيق ماشي مشكل، انا لصقت هاد الورق باش يجيني ساهل ملي كنبغي نحيدو.
اللي بغى الكيك تكون منفوخه يدير قياس اقل من هذا المول. انا دائما عندي هذا الروبيني كيشاركني في الهضره بوحديتو كيهضر مره واش توقع لكم حتى نتوما مره كتلقاي بوحديتو نزل الماء اللي هو كان يعني كنخبيه وما عرفش. صافي كيف لكم انا ما بغيتش الكيك تكون منفوخه بزاف، ما بغيتهاش تكون يعني غليظه يعني السوق ديالها تخين، ومع ذلك غادي تنفخ يعني غادي تشوفوا مازال. صافي الكيك ها هو وجد، يعني دائما كنقول لكم تضربوا مع الارض شويه. غادي ندخلوا الفرن الكيك. البنات ها هو خرج كيف ما قلت لكم، ما بغيتوش يكون منفوخ، مع ذلك ها هو تنفخ يعني هو. المهم انا غادي ندير له شويه ديال الثقوب بحال هكايا. وانا وجدت شويه ديال الكافي درتها هنايا، غادي نحاول نسقي بها. نخليوها هنايا حتى تبرد، تبرد مزيان تشرب هذاك الكافي اللي درت ليها ونزينو. الكيك بردات غنحاول نحيدها، انا بغيتها بحال هذا السمك هذا، ما بغيتهاش تكون يعني منفوخه بزاف. بحال هذا انواع الكيك كان كيعجبوني يكون شويه يعني. صافي هادشي اش كندير انا، هذاك الورق كيجيني مزيان ما كتلصق لياش الكيك. انا قلبتها من التحت باش تجيني منين بغي ندير، منين بغي ندير لاصوص ولا ندير التزيين يجيني مقاد. زين كيبقى اختياري الواحد كيفاش باغي يزين. كندير بهاد لاصوص، هاد لاصوص هذا راه هو مشاركه معكم في القناه، اللي باغي هو سهل اللي باغي يشوفو. هاد لاصوص هذا يعني جميع الاستعمالات ديال الكيك، بانكيك، الكريب، كاع هادو ممكن ديرهم فيها يعني يخدم لك فيهم. انا غادي نزين الكيك ايطاليها كلها بهاد لاصوص ورجع. غادي ندير انا عندي هنا الكوك مهرمش، نتوما لكم الاختيار اللي بغيتو. تزين كيبقى اختياري، ماشي ضروري يعني ديرو بحال، ممكن كما تزين واش تناولوها بحال هكا كتكون جديده وخفيفه. ممكن تزينو حتى بالشوكولا فيرميسيل. صافي هكا انا وجدت الكيك ديالي، كيبقى تزيان على حسب الاختيار اي حد. هكا كتجي خفيفه. نقطع لكم شويه منها، قطعه منها، شوفوا الداخل كيفاش تجي. واش
شوفوا الداخل يعني من الداخل كيفاش جايره، مفشفشه ماشي معجنه ما والو، وكتجي خفيفه. شوفوا الداخل كيفاش كتجي، وخفيفه بزاف بزاف بزاف. نتمنى تجربوا هذا الكيك، خفيف بجوج بيضات فقط، كيجي زوين وخفيف ولذيذ، ما غاديش يبقى لك حتى الغد اللي غادي اكيد غيتكال في هذاك الوقت، وكيجي ساهل ممكن تحضريه في الوقت مع لاصوص تكون عندك موجود. لاصوص كتكون دائما موجوده عندكم، يعني كتكون في الثلاجه ماشي مشكل، كتبقى مده يعني لمده تقريبا اسبوع هي في الثلاجه حيت كتخدمي بها، واصلا هي كي كديريها يعني كتستخدميها يعني بالزربه يعني كتكونسوما يعني بالزربه كتكلا. المهم هذا ما كان، نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، شكرا للدعم ديالكم وتشجيعاتكم ليا، والى فيديو واحد اخر كنقول لكم السلام عليكم.